بسم الله الرحمن الرحيم. احمد اسعد محمد الشريف، منسق او بيساعد الطلبه في التنسيق الالكتروني في الثانويه العامه السنه دي ان شاء الله. النهارده بدانا اليوم الثالث بالنسبه للتنسيق المرحله الاولى في تبع كليه الهندسه جامعه القاهره طبعا. وهنا التنسيق الحمد لله في زياده عن امس، يعني عن الجمعه، بسبب طبعا الجمعه اجازه والناس بقى يعني مش مفكره ان التنسيق شغال يعني، او عامه يعني في اكثر الناس بتحب تعمل الحاجات ده في بيوتها في النت يعني. ولكن احنا عندنا هنا الحمد لله الناس بتيجي على حسب، بتطمئن على اولادها بالنسبه لاي اسئله تتسال فيها. واحنا هنا بالنسبه لينا احنا هنا مشغلين ثلاث معامل، كل معمل يعني بعدد ما يقرب من 35 جهاز في كل معمل بنفتحه على حسب الكثافه اللي قدامنا يعني. والحمد لله النهارده كثافته عاليه شويه عن امبارح يعني. مشاكل النهارده بتجي لي مثلا طالبه ما عندهاش شهاده ان موجود فيها مثلا رقم السر بتاعها اللي احنا نتعامل معاه بيه، فببعتها اقول لها لا ارجعي تاني وهاتيني شهاده نجاح. وساعات بنت مثلا مديه زميلتها شهاده نجاحها عشان تعمل لها الرغبات، فانا الحمد لله برفض المواضيع دي هذا يعني. لازم البنت نفسها او ما ينوب عنها من الاب والام، وفعلا لازم اعرف الاب والام دول فعلا يعني ينتسبوا ايه للطالبه دي يعني.